ينضم إلي مباشرة من هنا من إسطنبول من قاعة منتدى الاقتصاد العالمي سيد طارق السلطان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي. سيد طارق، أهلا بك. خلينا نبدأ بهذا العقد اللي فزتوا فيه أو للآن تتوسعوا من خلاله في ساحل العاج، 250 مليون دولار. ما هو وكم متوقعين أنه يضيف لإيرادات شركة أجيليتي؟ طبعا هذه من ضمن سياسة الشركة التركيز على الدول الناشئة، وعندنا بالتحديد تركيز على قارة أفريقيا على جميع مستويات القطاعات الموجودة عندنا من الشركة. فطبعا احنا من فترة ركزنا على ايضا قطاع الطيران وايضا الخدمات الأرضية في المطارات في القارة الأفريقية، وهذه يمكن بداية الاستثمارات اللي راح نقوم فيها بالمنطقة. كم تتوقعوا انه تساهم في ارقامكم النهائية؟ والله طبعا احنا الارقام احنا يمكن حددناها، يمكن قيمه العقد بحروه 250 مليون دولار. فطبعا كيف ممكن تنعكس هذه على ميزانيتنا؟ هذا طبعا صعب ان الواحد يحددها بالوقت الحالي، بس راح تكون ايجابيه ان شاء الله. طارق، لازم أسألك عن ملفكم مع الجيش الأمريكي. إحنا تابعناه لسنوات، ما سمعنا أخبار كثيرة مؤخرا. وين وصل هذا الملف؟ هل حنسمعها قريبا؟ الموضوع لما الحين بالقضايا، واعتقد بيناتنا محكمه، والمحكمه بالنهايه هي راح تقرر الموضوع. خلينا نتحدث الان عن نظره أجيليتي لاعمالها التشغيليه. كيف بتشوف الاوتلوك؟ كم مستهدفين ارقام نمو بهالعام؟ طبعا النتائج الشركه قاعده تتحسن من فتره لفتره، ومتفائلين من أول شيء من استراتيجية الشركة بالتركيز على الدول النامية. طبعا هذه الدول الناشئة فيها نسبة نمو أفضل من الأسواق الـ developed markets. فطبعا احنا متوقعين أن راح تكون في فرص كثيرة للشركة أن تكبر في جميع قطاعاتها، ومتوقعين نتائج طيبة من هنا لنهاية السنة. كم بتساهم الآن الأسواق الناشئة في أعمالكم؟ تقريبا نص 50% من الإيراد. طارق، أود أن نسمع منك نظرتك لقطاع اللوجيستيكس أو قطاع النقل أنتم تشتغلوا فيه. كيف بتشوفوا بيتطور خلال الفترة القادمة؟ وين بتشوفوا الأوبورتينيتيز؟ وما هي أيضا مشاريعكم المستقبلية؟ كيف حتتوسعوا؟ أكيد من الواضح أنه الفوكس عندكم بالإمرجين ماركتس، ولكن أي دول الآن أنتم وضعينها تحت الدراسة؟ طبعا احنا بالتحديد عندنا تركيز كبير على في دول الخليج، في عدة مشاريع كبيرة على مستوى المملكة وأيضا بالإمارات كشركة داشة فيها. طبعا دولة الإمارات والمملكة نعتقد من الرائدين في تحسين البيئة الاستثمارية، وطبعا لهالسبب هذا الشركات قاعد تتجه للدول هذه. بس بنفس الوقت نبي تطوير في الدول الثانية. يعني الدول الثانية إذا نقارن الدول العربية ونحاول يعني نصنفهم في سهولة المعاملات بالبزنس، نرى أن في فجوة كبيرة بين الانترناشنال ستاندرز واللي احنا واصلين له في منطقة العالم العربي. واعتقد الفرص إذا قدرنا نحسن المناخ الاستثماري والتجاري ونسهل عملية تأسيس الشركات الجديدة، أعتقد نقدر نخلق فرص وظيفية جديدة حق المنطقة. سلطان، كم بيكلفكم هالمسماتش ما بين البنية التحتية في أي دولة؟ يعني لو تحدثنا عن خلينا نقول ظروف أحسن، مثل أنت قلت شفتها بالإمارات، هذا كم حيقلص لكم من تكلفتكم؟ خلينا نقولها بالطريقة، يمكن نقولها بطريقة ثانية. احنا عندنا في العالم العربي في تقريبا 100 مليون وظيفة لازم نخلقها من هني لسنة 2020. طبعا هل 100 مليون شخص إذا دخلوا في السوق وكانوا منتجين، طبعا هاي معناته أن السوق راح يكبر بشكل رهيب. طبعا نسبة النمو اللي واحد ممكن يتوقعها راح تكون عشرات و15-20%. طبعا بالواقع ما احنا واصلين للمرحلة هذه، لأن في أشياء أساسية لازم نعالجها قبل أن نوصل للتطوير هذا. هل هذا يعني انه حنشوفكم مركزين اكثر على الخليج خلال الفتره القادمه؟ احنا صار لنا فتره مركزين بشكل كبير وقوي على منطقه الخليج، بس ايضا الدول الناشئه وارتباط الخليج في هذه الدول. يعني مثلا الصين في علاقات وايد قويه بين الصين ودول الخليج. طبعا احنا لازم يعني بطبيعه عملنا لازم نسهل عمليه التجاره بين الدول هذه. فطبعا بس لا ننسى ان منطقه الخليج هي مهمه لقاره افريقيا بعد. طبعا ما نتكلم عن الاقتصاد النفطي، هذا موضوع الكل يعرفه، بس بالنسبه لافريقيا اعتقد العلاقات اللي بين افريقيا وبين الشرق الاوسط هي راح تساعد في تطوير هذه التجاره البينيه بالمدى الطويل.
سلطان، كم مخصصين لتوسعاتكم المستقبلية؟ طبعا احنا ما ننظر لها كرقم او نسبه، بس اقدر اقول لك بالتحديد ان عندنا تركيز كبير على الدول الناشئه، وراح نسوي راح نقوم باستثمارات كبيره في قاره افريقيا وايضا على مستوى الخليج بالوقت الجاي ان شاء الله. طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركه اجيليتي، كنت معي هنا مباشره من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.